الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وروى البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فبعد هذا البيان من السنة المطهرة، لا يجوز اعتماد قول فلكي في إثبات رمضان، فكل من الشهور العربية يعرف بدءه ويعرف انتهاؤه بمراقبة الهلال، والمسلمون سلفهم وخلفهم على هذا ثابتون. وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز اعتماد قول فلكي في إثبات هلال رمضان، ولذا فلا بد في ليلة 30 من شعبان أن يراقب هلال رمضان، فإن بان الهلال يكون اليوم التالي أول أيام شهر رمضان، وإن لم تثبت رؤية الهلال فإن اليوم التالي يكون يوم 30 من شعبان. وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن الأصل في تحديد أول رمضان أن يراقب الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، فإن رؤي الهلال كان اليوم التالي له أول رمضان، وإن لم يرى الهلال يكون اليوم التالي له 30 من شعبان، والذي بعده هو أول أيام رمضان. فالعمدة هي على هذا. نعم عباد الله، العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بقول الفلكيين والداعين إلى ترك نهج المصطفى القويم. قال الحافظ ولي الدين العراقي المتوفى 826: إن جمهور أصحاب الشافعي على ذلك، وإن الحكم يتعلق بالرؤية دون غيرها. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف. انتهى. وقال ابن عابدين المتوفى 1252 في حاشيته على الدر المختار، وهي من أشهر كتب السادة الحنفية، قوله: لا عبرة بقول المؤقتين، أي في وجوب الصوم على الناس. وقال: لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، وإذا رأى مسلم عدل ثقة هلال رمضان
في أي بقعة من بقاع الدنيا جاز لنا أن نصوم في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بناء على رؤيته، لذلك ينبغي التيقن من رؤية الهلال قبل النوم. أما من استيقظ صبيحة رمضان ووجد المسلمين الصائمين وهو لم ينوي الليلة الماضية ولم يبيت النية ما ثبت له الصيام، فلا بد إذن من الاهتمام برؤية هلال رمضان والاعتماد في ذلك كما هو مقرر عند الفقهاء سلفا وخلفا، يكون على قول ثقة. أما الاعتماد على الفلك في تحديد أوائل الشهور العربية فذلك مخالفة واضحة وصريحة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان على يدي إنسان متعلم جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله، وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعنا على الصيام والقيام وصلة الأرحام يا رب العالمين. سبحان الله.